سيدة يعني أبلغ من العمر 51 سنة. ربنا يديك الصحة، اتفضلي. ربنا يبارك لك. أنا عندي يعني 3 بنات حلو. ربيتهم وجوزتهم، وباباهم بصراحة ما كانش مخليهم عايز حاجة، عايزين حاجة. بس هو عنده مشكلة يا دكتور، إن هو علاقاته يعني علاقاته كانت بتبقى علاقات كتير، وأنا كنت قاعدة أستحمل وأقول عشان البنات يتجوزوا وحياتي تمشي، معلش تستحملي، معلش معلش. تمام؟ تمام. دلوقتي أنا وصلت إن أنا جوزت ولادي كلهم. حلو، مبروك. وبقيت أنا وهو يعني قاعدين لوحدنا، أنا ست بشتغل وليا دخلي. وهو بدأ يعمل بقى علاقات مع بنات صغيرة. وعايز يفرض عليا الوضع ده إن أنا أستحمله بالعافية. مع الرغم إن أنا مش مقصرة معاه في حاجة. تمام. بس هو دي حاجة في دماغه بيعملها وخلاص. مش همه ان انا ازعل، مش همه. حتى لما احاول ان انا اعمل نفسي ما اعرفش، بلاقي الموقف قدامي على عينك وعلى عين كل الناس. تمام. مفيش حتى عندي مساحه ان انا اتغاضى. طب انا دلوقتي ست، يعني انا في سن يعني برضو مش صغيره، ست كبيره برضو، عايزه اعيش في امان وفي سلام. تمام. فحضرتك يا دكتور يعني تنصحني بايه؟ انا محتاره. ولادي يقولوا لي معلش كملي، معلش استحملي. طب انا استحملت العمر كله، تمام، يعني هفضل استحمل كده للابد يعني؟ حلو قوي. ايه التواصل اللي بينك وبينه؟ هل في حوار بينكم موجود؟ بص يا دكتور، هو عايز بس يعمل اللي في دماغه، تمام. عايزني انا عامية وخالصة وطرشة. طب ما هو انا بزعل، ما هو انا اكيد انسانة وبزعل اكيد غصب عني. اكيد. فهو عايز يبقى كويس، بس المهم يعمل اللي هو عايزه، يروح زي ما هو عايز. وعلاقه بيعملها مع واحده لازم انا اسكت، اعمل نفسي مش شايفاه. يوم ما ابتدي اتكلم واقول له ان كده دي حاجه مضايقاني، يوم ما تبقى مشكله ما بيننا. وانا بصراحه ما بقتش مستحمله الوضع. هل انا انفصل وانا في السن ده؟ انا عندي مقدره ان انا اعيش واصرف على نفسي، لكن يعني انا انفصل وانا في السن ده مثلا؟ فانا محتاره بصراحه. حلو، أنا هجاوب حضرتك. الحقيقة المشكلة اللي حضرتك طرحتيها فيها مجموعة أبعاد. الجزء النفسي من جهة المرأة، طبعا هي بتمر بسن بيكون بيتسمى بسن اليأس، ده عند فترة انقطاع التبويض، فبتبتدي عايزة تعيش سنها كسن أصغر، وعايزة تحس إن هي مرغوب فيها. الحقيقة نفس المشكلة بتحصل عند الرجل، انه بيكون برضو شاعر ان هو كبر وبيحاول يقنع نفسه او يقول ان انا لسه صغير ولسه بصحتي ولسه قادر اتعايش.